بون جماعة، قلت لكم في الفيديو السلام عليكم، قلت لكم فيديو اللي قبلها تاع يو بي نهار مبروك، باسكو كي رسل لي نبيلة صاحبي عبدو رسل لي التيتر تاع يو بي وبغيت نشوف طابي تاع في يوتيوب. شو كي طلعت يوتيوب خرج لي فيديو تاع عدلان، طالق الفيديو إلي 17 مينيت، قلت نكمل يو بي وندير على عدلان. عدلان انا شخصيا زعما ك ك ك كفان في الراب جو سوي فان تاع عدنان نورمال ما نقولها لكم بالتالي، وكون ما جاش رابر ما كونش فان تاعه. المهم عدلان يعجبني باسكو جان طالونتو الله يبارك ما شاء الله ويخدم، ولكم رمك اي فيديو يطلق هنخدم عليها باسكو انسان يجيب افكار جديده، انسان يخدم متنوع وكي ندير فاهمك، وشوفه رابر كومبلي فاهمني. درت معاه انترفيو وشفت السيد يحكي سبونطاني يضحك ماش انسان كومبلكسي في لي ستوري دي فوا في الانستغرام، يكون هكا داير يتمشى ويدير في ستوري تشوف واحد نشعه اله كي دايره من سك فاهمني. هاد الصوالح يلعبوا دور في الشخصية تاع الرابر مع الناس، باسكو كان اللي يطلق غنية ولا يدير كليب صاي يشوف روحه ديريكت 50 سنت ان ذا كلوبك فاهمني. مي التواضع تاع الانسان كيما انا عدلان درت عليه كالكو رياكسيون بالك زوج ولا ثلاثة، نهار لي دوموندي تاع على انترفيو ما قبل لي نورمال، مادام حاجة تاع دومين تاع هيب هوب وخدمة سيدي لا اكسبتي. دونك ومن عدلان ما نشوفو في لي فيتورينغ بزاف. انا شنو نقول انا كانسان من الغرب نجم نفهم عدلان، عدلان راه يخدم وحده كالكوز بزاف وين نخدم خدم مع جماعه تاع وهران باسكو المنطقه تاعه ولايته وخوته وفهمني. مي دوك نقول لكم واحد لو سيكر اللي بيني بين روحي عارفه على عدلان، وزعما هادي نتحيلها عليها باسكو دارها في راسه وطبقت. عدلان خدم فيتورينغ مع فادافيكس وخدم فيتورينغ مع ابوكا، هادو قلت لكم ولاد ولايته سي نورمال يعاونهم يعاونوه يدعموه كل شيء، ما دارش دي فيتشرينغ وخد اخرين مالغري كل ماناجر تاعه قادر يجيب له دي كولابو مع دي رابر من بلا من ولايات واحد اخرين وكل شيء، وغادي نشوفوها هذه. مي عدلان عقليته وشخصيته الكارير تاعي نبنيها وحدي، روحوا طيحوا عليه في الانستغرام وسقسوه وقولوا له دي سايكو هاش قال، دوك يقول لكم واه ما انا ما هضرتش معاه وقلت له الهضره ولا هو قالها لي. مي قلت لكم دائما كي تسمع رابر ما تشوفش غي تراك ولا ديك الربع دقائق، لازم اسي تفهم الشخصيه تاع حد السيد كي داير. وعدلان كان قادر يشوف بار اكزومبل ان التر ايغو يشوف اسم مخداخر، مي خلى اسمه عدلان، هذه ثاني تلعب دور كي تكون اناليزي فهمني. بون انا على حسب ما نعرف عدلان من يبغي يطلق تراك من يبغي يطلق تراك سيمانه قبل هو دير له لا بروموسيون تاعه هو و لا برود ايس لي عجبوني وزعما تاني ريسبكتيهم باسكو زعما فيما بيناتهم متكاتفين يخدموا زعما نهضروا خدمه ماشي نقول هكا باسكو زعما نعرفهم ولا كدا ولا الانسان خدام خدام تفهمني. عدلان قلت لكم كي بغيت لك تيتر توجور يدير لنا سيمانه برومو يدير ان قال باكي مال التراك تاعي تاع بروبليم سيمانه قالنا تراك بروبليم ومن بعد طلق هكا دي تيزر هكا تريلر من داك الكليب فهمني. بصح انا قلت لك جيت نروح الطابي تاع يوبي لقيت عدلان الى دي سياس مينيت او ما ني سامع مش مو بروغرامين ما قلت ليش. دونك هادي فكرتني بالتيتر تاع ونن
وأي مشكلة كي نلعب كي سيرتو في المقيل كي نكون نلعب في هكا فيفا التيتر تعوضنا نبغيه غير هاك التيتر تعوضنا جا مفاجئ كان كلاش الديدين وكاع مشيني شغل نبروموتي في الفلي كلاش وكاع مي شغل ديك الحاجة اللي تجي امبريفي فيها حساب وفيها هضرة وفيها اللي مام حنا مام حنا كديفان اللي نجيبو لا ريبونس ماشي نبقو انا ناناليزي لي بارول ساك فاهمني مي لازم اون طونك تو ما ديفان تعرف تكونتاكتو لي رابر وتهضرو معاهم وتجيبو دي كيما حنا نقولو تجيبو دي زانفورماسيون لازم كيما هاكا باش تكون كاينة كوميونيتي تعرف ماشي غير يسمع ودير جيم ماشي هذا الراب. المهم انا وراه مسميه الوهراني فاهمني خاطش التيتر اللي خلاصها فيه ديدين جاسبر يكون البيف بيناتهم تريكل باسكو سي نورمال يصرو دي ماس بين دي رابر ولا بد يكون سوء تفاهم مي بعد تريكل الحياة وبالك بليطار نشوفو كولاب بيناتهم اي خدمة مرحبا بيها. المهم قلتلكم ونان باسكو ديدين مونسيونا ابوكا وعدلان ده النيف على وهران ودروك راه يقول الوهراني راني نشوف لو ميم كونسيبت فهمني قلت لكم سيرتو كي وداك التيتر تاع ونان عدنان كان عنده شغل خدمه دخل 11 ونص هكا تاع لي الاستوديو ديكوفر هذيك الحيه خدم عليها كتب كذاب انستري كتب عليه خدم لها كليب طلقاه الغدوه من ديك وهاديك شغل هادي التيتر الوهراني اللي جا كيما قلت لكم ما دار له برومو سيمانه عدلين على او مينيموم او مينيموم او مينيموم دير دو جور تروا جور سيتو كنت طلق حي بالشهاده بكليب وصوالح وكاع دو ميني 19 مش عارف يكون داير كليب ولا اوفيسيال ميوزيك ماش ميوزيك فيديو تسمع هادي غي 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 تراك دونك كاين زعما كاين ماس وانا عدلين نسمع له ما لا مقاول هذا شوف ما في تصويره هذه تصويره جو سويسير بغا يدير هاك اوفر لهذا التراك وتكون عدلان ما يخممش غير وحده هذا تعجبني لابرو تاع ايس عليه يعجبوني يتشاوروا بيناتهم شغل واحد صوالح تحسهم لازم تحسهم وتفهمهم رفوتي وحده ماش مصورها غير في تصويره في استديو شغل وراها باد بوي ديك لا بلاك راه دايرها على الكرانيش فاهمني مانيش عارف هذا التراك قديم وراه متسوس باسكو هاد السروال جين دي راه لابسه السروال شتاه لابسه في واحد الشو دايرها غير ورا الغنية تاع بروبليم كان انفيتي ما هاش في بزاف يا ربي فيديو جون ملي شتها دونك اسكو حاجه كيما هادي عدلان ما يديش برومو لي كلاش ولا على هني عارف هني عارفه باللي كلاش هذا باسكو نعرف الشخصيه عدلان نعرف الرابير هذا دونك خلينا نروح في باسكو هضرت بزاف ما تطيحها ماليش صح صون كارنيفور يبان لي صوص رج الدم ما بغيتش ولادي يكبروا كيف كورا دمهم وخفت الناس يقولوا كيما هم بدا ديريكت في داك التراك تاع وضن وهر الوهراني صوره ماشي وهراني باسكو كان اغنية تاع ابوكا تاع وهراني انا في بلادي وظلموني شغل هضر على وهراني قادر يكون كتب على روحه ولا لوخد اخر ايوا وهناك ما نقولوا ندخلوا المعرفه والنكيره في اللغه العربيه راه يقول الوهراني ان في راه فيزي شغل راه يهضر على روحه انا الوهراني ما راه كاين ماس بين معاك اش واحد كارنيفور يبان لي صوص رج الدم تفاريسه كي لي زربيفور مازا ايزولي في التل يبان لي صوص رج الدم تفاريسه كي لي كارنيفور يبان لي صوص روج الدم كارنيفور يبان لي صوص روج الدم لي كارنيفور سي اكلة اللحوم
تفاريسة كيلي زربي فور مازا ايزولي في التل. وانت فاريسة كيلي زربي فور معزة مقيوسة في التل. مازا ايزولي في التل. معزة ايزولي في التل. هاد الباساج هذا اربي فور صوص دمي يبان لي صوص روج الدم. كارنيفور يبان لي صوص روج الدم. وانت كل فريسة اربيفور اكل الاحشاب مع زائي زولي فتل. شوفوا تصويرة شوفوا تصويرة. اقابل الكانيش ويشوف منه ويضحك. الكانيش حيوان كارنيفور وشاره حداه. قلت لكم ايس ما يطلقوش حاجة لو كان ما يكونوش دارسينها من قاع النواحي. كانيش كارنيفور ومنها هاي ديك الشجرة هذيك الحشيش اربيفور. انا مدور راسها منا ويضحك. شوف منا هذا السم. دايما نقول لكم التصويرة كليب توجور طرح البال. تفاريسة كيلي زربي فور مازا ايزولي في التل. وش الهم جرتو ما تكتر بالسم. وش الهم جرتو ما ابالك جرتو ما تكتر بالسم. تاو الصغير ولاد العم نخليك عبرة هاد العام. شو كل ابالك دروك 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 نجم نقول لك كشغل كشغل لوهارنا شغل المعروفين كما احنا نقولوا عندهم اللغب عندهم اللسان. وكيما هكا شغل نحس زعما نحاسه شغل زعما بالك. انا لو كان جيت معاهم في لابرود نقول لهم هذه غير البديه. نقول لهم غير قلعوا البيت. بنقول لك هذا راه ميوتيليزي كيما احنا نقولوا الراب ديجا سي موسيقى تاع شارع. راب موسيقى تاع شارع بصح كيما احنا نقولوا عدلان كيما هكا ماشي كلاشي. هاي عاير في السيد. الناس اللي تعرف وهران ولا قلت لكم احنا الغرب احنا بالعباس معسكر تيارت شغل عندنا بريسك اللي قلت لكم لا ميم مونطاليتي. وكي راه يهضر كيما هاك شغل راه عاير ماشي رابي. تسمى لا غيكل على الانستري وغادي تسمع واحد راه عاير في واحد شغل تاك في ضاوك سامع دبزه وهادي عاير فاهمني. وغادي يوتيليزي دي تام تخرب الضحك. الظهار نعرفهم ابوكا فيكس فيكس من كلاشا دون بيك يا الحمار فاهميني. قلت لكم هاتوا لها يلعبوا جرتو ما تكتر بالسم. تاو الصغير ولاد العم نخليك عبرة هاد العام. تاو الصغير ولاد العم خليك عبرة هاد العام. شكر داري تبان مكبوت كل يوم عند باب السيم. غدوة جي ارجون وتقول لي قلع لك كلاش وخلص الحم. لا قلت لكم لغة الشعر غادي تسمعوا. كل يوم عند باب السيم. ولاد العم نخليك عبرة هاد العام. شوكر دادي تبان مكبوت. شوكر دادي تبان مكبوت. عباك قال لها نحوسني قبل شكون. كل يوم عند باب السيم. غدوة تجي ارجون وتقول لي قلع لك كلاش وخلص الحم. شوكر دادي كل يوم عند باب السيم. غدوة بن مكبوت كل يوم عند باب السيم. غدوة تجي ارجون وتقول لي قلع لك كلاش وخلص الحم. غدوة تجي ارجون وتقول لي قلع لك كلاش وخلص الحم. دي فعل فيا. لا تعرف في صلاحك صاحبني مليح عليك كي تعرفني. لا تعرف في صلاحك صاحبني. ايه روح انا من الهين ما عدلين. هدرا دارت كلاش وخلص الحم. لا تعرف في صلاحك صاحبني مليح عليك كي تعرفني. لا تعرف في صلاحك صاحبني. هدرا دارت قلهم كي تعرفني. هدرا دارت قلهم مرفني مليح عليك كي تعرفني. لا تعرف صلاحك صاحبني مليح عليك كي تعرفني. هدرا دارت قلهم الوهراني قابرني. هدرا دارت قلهم هدرا دارت قلهم هادي قاعد تجيب لي في الكوكا. هيا روح 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 ساي روح روح ملي هيا خف ملي مش كون في اناليز صغير. وين كنا صاحبني مليح عليك كي تعرفني. هدرا دارت قال لهم الوهراني قابرني. هدرا دارت قال لهم الوهراني قابرني حبسو. دونك هنا اللي قلنا نجبدو الشو اللي قلت لكم حضر فيه عدلان كان لابس هاد السروال جين. سمع هاد الهضره اللي دارت في الشو باسكو ماشي كلاسي واحد من البيبليك راه كلاسي في بيرسوناج شارك
في الشو ولا السبيكتاكل ولا الكونسير هذاك. وعدلان قلت لكم سانجين سبونطاني، دوكا يقول له هضره دارت بلي عدلان قابرني. قادر عدلان بالك في مع دوك جماعه مور سبيكتاكل ولا قبل سبيكتاكل ولا كانوا مريحين وتنظ معاه ولا وسيد كما نقولوا توسوس ولا المهم. دوك السما هذا الشخصيه كانت حاضره نورمال، ومن الغرب قال مثل شوكر دادي كبير، شغل انا نديرو كي البازل اسكو غادي يزيد اللي نعرفو. كيما الفضة في وسط الطريق فايت غلطة في ستاليك، اكتشفنا كأن راني تعرف في صلاحك صاحبني، مليح عليك كي تعرفني، هدرا دارت قال لهم الوهراني قابرني. شوفو البيت صقار 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 وطلع. رادارت قال لهم الوهراني قابرني، كيما الفضة في وسط الطريق فايت غلطة في ستاليك، اكتشفنا كأن جديد سمو حكيم بصح مريض مالت بلي ليغلك بيديدي. وسط الطريق فايت غلطة في ستاليك قابرني، كيما الفضة في وسط الطريق فايت غلطة في ستاليك، كيما الفضة في وسط الطريق فايت غلطة في ستاليك، اكتشفنا كأن جديد سمو حكيم بصح مريض اكتشفنا كأن جديد سمو حكيم بصح مريض. هضر يهضر على حكيم، شكون جا في راسي؟ حكيم باد بوي، حكيم باد بوي من قسنطينة، مناطق التل تبدا من المغرب مروك وطلع حتى لتونس، مناطق التل وفي الجزائر يقول لك فيها 1200 كيلومتر من الحدود للحدود، من الحدود الغربية وحدود الشرقية. اسكو قسنطينه معاها ولا لا؟ انا نقول جا في راسي حكيم باد بوي باسكو هو راه جبد اسمه. شفنا كأن جديد سمو حكيم بصح مريض، سمو حكيم بصح مريض. حكيم الاسم، مي شخص حكيم، حكيم كما نقولوا زعيم القبيله ولا كبير القبيله، حكيم الناس تشاوره وهو يحكم وفهمني، حكيم بصح مريض مخلخل. قلتلكم انا جا في راسي حكيم باد بوي، مانيش عارف بصح ما نظنش، ما على باليش. دوك قلتلكم هاد الشخصية انا التحليل تاعي ما على باليش شكون. مالا تبان لي ليغلك بيديدي، تبان عندك رشقة في لي بيدي، خف كأن مريض مالا ليغلك بيديدي، حكيم بصح مريض مالا تبان لي ليغلك بيديدي، تبان عندك رشقة في لي بيدي، خف ما لا يليق لك بي دي دي تبع عندك رشقة في لي بي دي. دوك الهضرة تاع طارت هضرة عاد بلي عدلان قابرني. نوقف حداك نبان واحد يطرا فيكي وانا باغي، نوقف حداك نبان واحد يطرا فيكي، نمثل بلادي نقي الصورة نطلع جيل، تخيل تدخل الحبس وتخلي دموع العايلة تسيل، نمثل بلادي نقي الصورة نطلع جيل، تخيل تدخل الحبس نبان واحد يطرا فيكي وانا باغي، نمثل بلادي نقي الصورة نطلع جيل، وانا بغيت نقي بلادي، خف نوقف حداك نبان واحد يطرا فيكي وانا باغي نمثل بلادي نقي الصورة نطلع جيل، وانا باغي نمثل بلادي نقي الصورة نطلع جيل. قولوا لي كومونتير شو صح. اصبر شو دوك نولو لك انت يا وانا نصحا بالك شو هذا ضرب مبري باور سبيكس تهيليك من 35 سمونا حمراوة من عنابة شابة شابة ويا كي داير لا ضرب مبري ويست كوز دقيقة نبلع الباب. دونك هذا شكون؟ حكيم وعبد الحكيم عبد الصامد كامل ايتان شونتور ايجيبسيان ني لو 7 اكتوبر 1962. شكون ما دات نيسونس تاع فيزار سي 7 اكتوبر وقت لي هاجمو تاع العام لي فات تاع فلسطين 1962 استقلال. Près d'Almina, il est un chanteur de pop égyptien très populaire en Égypte et dans le monde arabe. Waouh, l'amchi, waouh.
مش عارف. ما صاحب بيت باي يوسف جربير في بيانو ميكس ماسترينج يوسف، وحاطين غير هاد الانفورماسيون تاع السيد. اذكر عليه بالك في سبيكتاكل كبير هذا كان حاضر هاد السيد. غيرت فحدا كان بين واحد يطرافيكي، وانا باغي نمثل بلادي نقي الصورة نطلع جيل، وانا باغي نمثل بلادي نقي الصورة نطلع جيل. قلت لكم السيد الله يبارك خدام عندها ان اوبجيكتيف. تخيرت تدخل للحبس وتخلي دموع العائلة تسيل، تخيرت تدخل للحبس وتخلي دموع العائلة تسيل. هنا دوك السيد كي راه مطاقي هذاك حكيم ايجيبسيان، ما نظنش ما نظنش ما نظنش ان اترونجي ابار التوانسة والمراركة اللي قدروا يفهموا اللهجة تاع الجزائر اون جينيرال. كاين نجمو يفهموا هضرتنا العربية، مي كاين واحد لي تيان منفهموهم غير حنا لي زالجيريان بيناتنا، وكاين كلمات بين ولاية ولاية ما نفهموهمش، كلمات يدورو غير في ديك الولاية فهمني. بصح هنا راه يخاطب فيه راه يقول وهراني مانيش عادوك. اسكو هذا الحكيم هذا اللي دوك قرينا بيوغرافي تاعه يعرف هاد الاخر، ولا راه يقول له عدلان شريت عليا ولا جبتني ولا مونسيونيتني ولا خربت فيا غادي نهضر معاك بلغتك، ولا يقول لها خليت دموع العائله تسيل. وفطرك اللي قلت لكم عليه تاع ونن قال لها جبد كلمه تاع وين قالت لي امه زعما ما نديش المشاكل وندخل للحبس. سك فهمني انسان خدمته مصدفه. بارتو كاين عراقيل وقت يفوت يجري غير انت تقيل في لايف خابط، بارتو كاين العراقيل غير الوقت يجري غير انت تقيل. شارب برميل طايح وقت يفوت يجري غير انت تقيل في لايف خابط، شارب برميل طايح صوالي وقليل في اللايف فوت يجري غير انت تقيل في لايف خابط، شارب برميل طايح اللايف خابط شابط برميل صوالي وقليل طايح صوالي وقليل. هذا هضر عليه في لايف تما ولا شافه في لايف وصلوا له اتو عدلين. فهمت كي راك تخمم كي رانا نبانو لك ثلاثة واحد تتكلم سيري يكونوا قالوا لك شحال ثلاثة واحد تتكلم سيري يكونوا قالوا لك الرابر يتألم غي انت ضرك دوبورك تا حاجة شحال من رابر يتألم غي انت ضرك دوبورك. الدوبور داخله في الكاز ما قالاش ضرك زكوك حاشاكم ولا مصاصيتك. عدلان ما يطيحش في غناء، عدلان ما يطيح يمعني بصح ما يقولش الكلمه بالذات. والدبور داخله في الزينه والزينه داخله في 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 خاصك تبغي بي خاصك بي دي دي رشقتك في لي بي دي راك فاهمني. فيك ما تشرف لا موسيقتك لا حضورك قاري هدرك دوبورك تا حاجة، فيك ما تشرف لا موسيقتك لا حضورك قاري حتى في حاجة زعما ما فيكش حاجة تشرف لا موسيقتك لا حضورك. عبالك نروح ونجي في تخمام وما نظنش يكون على هذا حاكم تاع التل تاع مصر، خاص ما قالوش زايد في مصر وعايش في الجيري. قالك شونتير دو بوب ايجيبسيان وقال له عدنان معزول في التل حضورك شاي يقول لهم لا موسيقتك ما شرفنا لا موسيقتك لا حضورك. هاي نقول لكم هاد الانسان اللي راه يهضر عليه عدنان شعاف رابر شونتير كان في الشو هذاك بصح يقول حضورك، كان قادر يقول له غي موسيقتك ما تشرفش هاي يقول حضورك. ها تبرد شيخ زعما راك من نيتك اعطيني النهار هدرت عليك تدرك دوبورك تا حاجة، فيك ما تشرف لا موسيقتك لا حضورك قاري ها تبرد شيخ زعما راك من نيتك قاري ها تبرد شيخ. انا قلت لكم كاين دي تير من بلاصة لبلاصة قادر ما يفهموهاش، خليها تبرد شيخ وهرا هي لا خليها تبرد شيخ خليها تبرد شيخ يا سيك واللوطو موتير يحمى بزاف راك فاهمني، خليها تبرد شيخ بصح يقولها درك دوبورك خليه يبرد خليه يريح. عطيني النهار هدرت عليك ولا في غنية بيكيتك تبرد شيخ زعما راك من نيتك، عطيني النهار هدرت عليك ولا في غنية بيكيتك عطيني زعما راك من نيتك
شو تظهر عليك من ايدك تظهر عليا انا هذا يعني شغل وخدش واحد كي يوصل يخرب فيك شو غادي تقول انا شو بيني وبينك بار اكزومبل تقول لي بار اكزومبل دو بالمثال نقولو بار اكزومبل سكورب بيك زعما كلاش عدلان ولا صرات شراكي مع هكا انا نسمع سكورب ونسمع عدلان عندو غي مثال انا مدابين نشوفهم في تيرينغ مع بعض باسكو في زوج كبار دونك سكوربي كلاشي عدلان عدلان يقول له دي زعما يهضر معاه ولا في تراكي ما يقول زعما جبد لي كاش نهار زعما شريت عليك ولا في غنية بيكيتك ولا هضرت عليك ولا شغل انت ما وصلت خربت فيا خاش بين هذا حاكم اللي هضر عليه هذا الحاكم اللي هضر عليه عدلان لا قلت لكم سيرمون كان في هاد الشو وكان ماش ارتيست ما يتلاقوش دوك عدلان ارتيست وهداك ارتيست يتلاقو دوك ما ينجمش عدلان يهضر على فيدر تاع شو ولا على كاميرامان فهمني حضور قاري هتبرد شيخ زمارك من نيتك اعطيني النهار هدرت عليك ولا في غنية بيكيتك من المداحة اديتك بيها كي الشيخ اترقصتك غنية بيكيتك في المداحة اديتك بيها بالمداحات اديتك بالغنية تاع المداحات اللي ديرها وصيفري دارت بس كبير في الموسيقى هاكي الشيخة ترقصتك خاطيني لانت هاكي الشيخة ترقصتك الشيخة ترقصتك شغل توجور راهي يشرع ليه بالكوتي في مينا عطيني لانت يقدم وانا جيت اليوم دوبليتك كافي عطيني لانت يقدم وانا جيت كيتك في المداحات اديتك بيها كي الشيخة ترقصتك خاطيني لانت يقدم وانا جيت اليوم دوبليتك خاطيني لا انا يقدم وجيت اليوم دوبليتك شو معناتها كان تقديم وما بيرسيتش وما شعتش انا جيت اليوم ودوبليتك شكون لي دوبلي الاخر ما ينجمش قال لها فتك ولا شعت عليك لكم لي زارتيست اللي عندهم لابليم يوزنوا كلامهم مفردات الى بودا دوبليتك لوطو دوبلي لوطو خليها تقاري شيخ قاري خليها تبرد ولا شقر قبلها فاهمني كافي حدك لعب يقدم وانا جيت اليوم دوبليتك كافي حدك لعب معلي قدك انا نخلي الناس تصومك يتفكروا كفلينة الشك عريتك دوبليتك كافي حدك لعب معلي قدك انا نخلي الناس تصومك يتفكروا كفلينة الشك انا نخلي الناس تصومك يتفكروك في ليلة الشك كونسونطري معايا خلي الناس تصومك حنا في رمضان نصومو صومو ما ناكلوش ما نشربوش هذا هو كما نقولوا المفهوم تاع الصيام والصيام صيام ما فيه شروط وشروط وشروط ماشي الانقطاع عن الاكل والشرب بصح على قال في ليله الشك زعما نفكروك كان نخلي الناس تصومك يتفكروك في ليله الشك خلي الناس تصومك تفكروك في ليله الشك في ليله الشك ويتبتوا باللي غدوه العيد الناس تروح تشرب هو قال لها شارب برميل وسكران في اللايف عريتك لبستك باش نبان واحد يمسك انا لي عريتك ولبستك باش نبان واحد يمسك نجي للحرب وانا اللي نقول ما كاش لي سلك انا اللي نجي للحرب وانا اللي نقول ما كاش لي سلك عايرت البلاد والناس هادوك ماشي وقتها يا الغبي راك تعاون في العدو وتفرش لهم الطابي واليوم عايرت ولاية نقول ما كاش لي سلك عايرت البلاد هضرة واعرة هادي جماعة هضرة واعرة بلاد والناس هادوك ماشي وقتها يا الغبي عايرت البلاد والناس هادوك ماشي عايرت البلاد والناس هادوك ولا الناس هادوك اللي نقول ما كاش لي سلك عايرت البلاد والناس هادوك ماشي وقتها يا الغبي راك تعاون في العدو وتفرش لهم الطابي عايرت البلاد والناس هادوك اما دوك لا كاتيجوري اللي كيما نقولو 106 ولا مش عارف على واش راه غبي راك تعاون في العدو وتدوك ماشي وقتها يا الغبي ماشي وقتها يا الغبي راك تعاون في العدو وتفرش لهم الطابي راك تعاون في العدو وتفرش لهم الطابي وجور العدو كوم بار اكزومبل اللي رابير ماروكان
كتبيفا ومع لي رابور الجيريان معدودين دي زينمي. دوك كي انت راك تهضر فينا ولبلادنا وكل شيء وكاع تهضر فينا، تفرج لهم في الطاق، تحل لهم في الباب، توليهم في الطريق، شغل زيتنا يقعد في بيتنا. واليوم عايرت ولاية تسمى حركي وانصوري ولا واليوم عايرت ولاية تسمى حركي وعنصري. خلط شو حركي وعنصري، نقولوا عنصري باسكو واحد يعاير ولاية قال الجي عاير وهران، وهران يعاير كدا، داك ولاية هادي تعاير، هادي هنا عنصرية. بصح حركي حركي قلت لكم السيد زيد في الميناء، هذا حاكم اللي راه حاطي لا بيوغرافي تاع زيد في 1962 وقت الاستقلال، وقت الاستقلال الحركي فهمني ما همش دايرين غير هاك. الباهية ماشي راية مام اللي في الكباري، ولا الباهية ماشي راية مام اللي في الكباري. حركي وانصوري ولاد الباهية ماشي راية مام اللي في الكباري، جاي من العصر الحجري يدور مخلوع في دوزيام باري، مقيوس جاي من العصر الحجري يدور في دوزيام باري، سكران في الكناري تقول مهاجر غزاري، قيو سكران في الكناري تقول مهاجر غزاري، من العصر الحجري يدور مخلوع في دوزيام باري، مقيو سكران في الكناري تقول مهاجر غزاري، مقيو سكران في الكناري، كناري قادر يكون كباري، العصر الحجري يدور مخلوع في دوزيام باري، مقيو سكران في الكناري تقول مهاجر غزاري، مقيو سكران في الكناري تقول مهاجر غزاري. بس الغاجر مين يهاجروا ويتمشوا ابي والغبره بالنار، في الدرب ولا في الحمري نديها وين بغات عمري، قالت لي في الدرب ولا في الحمري نديها وين بغات عمري، باسكو الدرب والحمري الناس اللي مطعنا ما نعرفش وهران كاع غايب، مي الدرب والحمري راسي طير مزعقوش. انت يا راك في من الاحياء كيما شغل كارتي دي كارتي بوبيلير، عامك وانا راني نديها وين بغات عمري، قالت لي انت يا راك في عامك وانا راني في شهري، في شهري في شهري وانا نضرون تي انديز، ماي جاد قالت لي راك في عامك وانا راني في شهري، او ماي جاد انت راك في عامك وانا راني في شهري، ماش كوينسيدونس باسكو هاد العام تاع 2024 كون دنا ابوني يوسف زاوية مرحبا بك، باسكو قلت لكم في 2024 عدلان بارابو انا ديكوفريته في الديبي تاع 2024 لا فان 2023 ديبي 2024، كي ديكوفريته كان عنده بيبليك مي بيبليك صغير، بمعنى نقولو كان اندر جراوند، بصح دروك شغل النهار اليوم عدلان زعما الناس ولات تعرفه والناس ولات تبغيه، وكان نجو نقيسو كيما تقيسو الناس النمبر دابوني زاد، راك فاهمني شغل زعما هذا هو العام تاع عدلان اللي دار فيه سيكسي كبير الله يبارك، ومام خدمته ما نقولوش علت له هذا العام ان شاء الله ما يطفاش باسكو يستاهل، قلت لي تراك في عامك راني في شهري عاد سوي اندي سبونسر يا عدلان ونان ابوكا ايس ادرا سهلا سير تو في لايف ونان شو عدلان دانا سربرايز مانا فاكا بو وشوفوا جماعة بيت باي يوسف تربير وفي بيانو ريكوردينج ميكس ماسترينج يوسف، تسمى هذه خدمه تاع بو خفيف كيما صرا في الـ في الـ في التيتر تاع ونن، صافي فهمني كيما الكليب اللي فات تاع بروبليم في الجينيريك الله يبارك حطوا جينيريك تاع فين بزاف ناس شاركت كاستينغ و ونو مزالها في راسي ديك اللقطه تاع عندي انا عدلان راك عندي عندي صاحبي يخدم معايا وصاحبي يتمشى معايا اسمه عدنان عدنان عدلان المهم عدلان ونن معليش مين داك خطره خطره كسنا كيما هكا نترشقو صاحبي، ايا يا جماعه بيس اوت.